اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في الاهلي ينتخب، ومعانا اتنين من النقاد الرياضيين الكبار، الاستاذ سامي عبد الفتاح والاستاذ محمد الرؤوسي، وبنتكلم في نظره الصحافه لانتخابات الاهلي، وازاي الصحافه المصريه والاعلام المصري كله بيتعامل مع هذا الحدث الجماهيري والشعب الكبير. استاذ سامي، وانت راصد لجمعيات عموميه كتيره في النادي الاهلي، ايه الظاهره العامه اللي انت شايف بتميز انتخابات الاهلي؟ قول تقريبا من 35 سنه او اكثر شويه. مش عايز انا اكبرك. لا ده الأوصي الأوصي رصيدها من 70 سنه. يعني حاجه الوحيده يعني مهمه جدا ان انتخابات الاهلي بتنتهي ثاني يوم الانتخابات. ده حقيقي. الاحترام موجود، التقدير المتبادل موجود، يعني حتى الحياديه يعني موجوده من اثناء المعركه الانتخابيه. شوف انت، يعني انت بتقول تنتهي تاني يوم. بالظبط. امبارح كان معايا الاستاذ ابراهيم الكفراوي. فحكى واقعه عشان تشوف عظماء النادي الاهلي دول بيتعاملوا مع الانتخابات ازاي. كمال بيه حافظ دخل انتخابات 88. خسر قدام الكابتن الوحش. تاني يوم قاعد في المرسى، فواحد من انصاره جاي بيقول له، هي كانت الانتخابات دي بالذات 88 تنظيميا كانت صعبه قوي. فالعدد اللي حضر ما كملوش 2000 بسبب برضو الزحمه وسوء التنظيم، اتعملت في حمام السباحه فوق. فواحد جاي فاهم ان هو بيجامل كمال بيه حافظ، بيقول له يا كمال بيه، على فكره الانتخابات دي شبه تزوير. قال له اخرس، اوعى تقول كلمه زي دي في النادي الاهلي. طبعا خد بالك، هو اللي سقط. ما هو ده اللي بيميز كمال بيه، يعني كان قيمه كبيره. فبص غيرته على الاهلي وصوره الاهلي، بيقول له اخرس، اوعى تقول الكلمه دي في النادي الاهلي. هو ده استاذ ابراهيم اللي بيميز النادي الاهلي دايما عن اي حد تاني. انا في صوره لفتت نظري امتدادا لده كله، يعني على ان الاهلي كلهم بيعتبروا اسره واحده. ايوه. سواء يعني من وفق او من لم يوفق، لان في النهايه كله داخل يخدم. يعني كان في يعني دعوه من الاستاذ محمد الجرحي للقائمه بتاعت الكابتن الخطيب، فببص في الصوره الاقي مين اللي قاعد جنبه؟ راني علواني والكفراوي قاعدين في الصوره. المفروض حسب الطبيعي يكونوا زعلانين، ومقموصين وبيقطعوا في البتاع، وازاي استبعدنا وكده. الاقي دول هم المتقدمين المشهد. ابص الاقي امبارح معاك ابراهيم الكفراوي قاعد بيتكلم برقي وشياك على النادي الاهلي، وكانه جزء من اللي داخلين الانتخابات. فدي حاجه بتميز انتخابات الاهلي الحقيقه. بالظبط. يعني هي دي انا بقول لك بتنتهي ثاني يوم. وكلمه معركه انتخابيه، انا يعني خلال متابعتي الطويله لانتخابات الاهلي ما شفتش هذه المعركه. انا بشوف منافسه، ماتش موجود في طبعا كان زمان كله موجود في مقر الجزيره فقط لا غير. والندوات كانت بتتعمل في المبنى الاجتماعي يدوب في يعني في قاعه كمال بيه حافظ اللي تحت. النهارده فلان، بكره فلان، يعني المساله تنتهي وكل واحد بيعرض افكاره وفكره، وكانت الافكار بسيطه يعني الحقيقه، يعني غير دلوقتي افكار معقده جدا وطموحات كبيره. فطبعا يعني ما بقول بتنتهي ثاني يوم تقديرا من الجميع لبعضهم البعض. يعني دي انا عايز اخش النادي مجلس اداره النادي الاهلي عشان اخدم، مش عشان اي حاجه ثانيه. ويعني حتى يعني ارصد في يعني معركتين شداد جدا، معركه حسن الدكتور حسن مصطفى مع كابتن صالح سليم، ومعركه 92 يعني او مش هقول معركه، المنافسه يعني. وانا اطلقت على حسن مصطفى في الوقت ده اسم كلينتون. كلينتون انتشر اسم كلينتون لانه كانت الاداره الامريكيه لسه منتخبه. كلينتون، فاعتبر ان دكتور حسن مصطفى كلينتون اللي هيغير. بالظبط كده. لا هو يعني عشان كان صغير السن بالنسبه وكان كلينتون برضه جديد وجه جديد، وكانت معركه. تاني يوم على طول كابتن صالح سليم فاز بالسباق الانتخابي. يعني انا شفت حسن مصطفى بيهزر مع الكابتن حسن حمدي والخطيب، ويعني عادي جدا كانه مثلا كانوا في رحله للقناطر الخيريه. فيعني الروح عاليه جدا، وحب الاهلي موجود عند الجميع بنفس القدر يا استاذ ابراهيم. فدي نقطه مهمه جدا. يعني انا ما فيش
يعني ضغينه ان ده نجح وانا ما نجحتش، وانا بستحلف له بقى للدوره الجايه وهقعد احفر له في سكته. لا بالعكس، انا اكون داعم له عشان يواصل مسيرته خدمه النادي الاهلي واعضائه وجماهيره. المعركه الثانيه يعني اللي شفناها في الدوره الانتخابيه اللي فاتت، المنافسه الثانيه هي دي عنوان المساء. المعركه والسخونيه يعني الفاظ صحفيه فاعذروا. فالمنافسه الثانيه كانت بين كابتن محمود الخطيب وكابتن محمود طاهر 2017. دي من اشرس المعارك يعني المنافسات الانتخابيه. لا برضو كان في تقديرا للاثنين، المرتين بتوع كابتن صالح والفريق مرتجي. والمرتجي برضو يعني 86 و84 بالظبط كده. بس برضو انت خرجت منها بايه؟ احترام متبادل طبعا، وثقه في من نجح وثقه في من لم ينجح. يعني ده يعني العطاء موجود، العطاء صحيح. موجود داخل المجلس وخارج المجلس صحيح. وفي المنافسه الاخيره اللي هي كانت بين محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب، يعني على قد ما كانت ناريه تقريبا وقويه جدا. ليه؟ احنا كنا الاعضاء ابتدوا يحسوا، طبعا النادي التاسع مقر في مدينه نصر ومقر في الشيخ زايد بجانب مقر الرئيس في الجزيره، وطموحات كثرت، وهنا اراء وهنا اراء وهنا اراء، فابتدت الناس تحس ان محتاجه تاخد من كل واحد اقصى ما عنده. اصل تقريبا دي انتخابات 17 اول انتخابات بعد انتخابات الكابتن صالح والفريق مرتجي بتاعه 76. أيوة. لان 76 الكابتن صالح لم يوفق، فاز أيوة. الفريق مرتجي، فاستمر الفريق مرتجي رئيس. بالظبط. 80 كابتن صالح نجح على حساب الفريق مرتجي اللي هو رئيس النادي. بالظبط. فضلت الفكره انه رئيس النادي اللي موجود هو اللي بيكسب. الى ان الانتخابات اللي انت حضرتك بتشير اليها، المهندس محمود طاهر رئيس النادي، كابتن محمود الخطيب هو اللي يجي بالظبط، ورئيس النادي اللي موجود ولايته هو اللي لا يوفق. ما ده عشان مسؤوليه اعضاء الاهلي نفسهم انفسهم يعني في رصد ما مستقبل النادي ووضعه. أيوة. يعني وعي الجمعيه بقى، وعي الجمعيه العموميه في تطوير ظروف النادي واقتصادياته وبطولاته طبعا. دي مهمه جدا. فبالتالي يعني في تقييم حقيقي بالظبط لهذا وذاك. أيوة. يعني هل انا يعني الفتره دي كانت الانجازات الكرويه شويه متراجعه، والنادي الاهلي يعني التاج بتاعه كوره. يعني هو طبعا اخذ جائزه اقتصاديه مؤخرا وبيتطور اقتصاديا، لكن تبقى الكوره لها قيمه كبيره جدا. يعني الناس شافت ان كابتن محمود الخطيب عنده مفاتيح هذه المساله يعني. فطبعا وليس هناك اي تقليل من المهندس محمود طاهر اطلاقا، على الاطلاق طبعا. و هي رؤيه جمعيه وتقييم بالظبط كده. الجمعيه العموميه استطاعت ان هي تختار ما تراه صوابا، وامور مشت، ومهندس محمود طاهر يعني لم يبدي اي اسف على انه لم يوفق، وده شهاده له يعني صحيح. وبالتالي ورده كابتن محمود الخطيب يعني لم يذكر الاداره السابقه باي سوء، ولم يعني وده اللي بنشوفه في كيانات تانية طبعا. يعني واحنا الاهلي مش انا بقول لك كمال بيه بيقول للراجل اخرس، هو طول كده. ده هو كمال بيه الله يرحمه يعني كان يعني قيمه عظيمه جدا في النادي صحيح. الاهلي وخدم النادي الاهلي طويلا وكثيرا، ولم يعني يهتز له اي احساس ان هو خسر في يوم من الايام، لانه على قد ما خدم طبعا طبعا. وجاء له وقت ان هو يعني الظروف تقول له ارتاح يا كمال بيه ودخل غيرك، وانا بحيي النادي الاهلي وجماهيره واعضائه ان هم يعني يقدموا لنا يوم الجمعه الجايه احتفاليه انتخابيه مميزه جدا ان شاء الله.